السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مرة أخرى. إن شاء الله اليوم تشوفوا معايا طريقة تحضير لاطاخت بالقرعة الحمراء واللي غادي نحتاجوا لها معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، 100 غرام ديال الزبدة هكا مقطعة بحال درجة حرارة المطبخ يعني تكون ما قطاش في راسها، بيضة كاملة، شوية الملحة و 200 غرام ديال الطحين. اول حاجه غادي نديروها غادي ندوزو نحضروا العجين اللي هو الطبقه الاولى ديال هاد لاطاس. هادي غادي ناخذ الطحين وغادي نديروا معاه شويه ديال الملحه هكا ونخلطوا مزيان، وغادي نزيدوا الزبده والسكر بطبيعه الحال حتى هو، وغادي نزيدوا الزبده ديالنا وغادي نخلطوا بيدينا حتى يترمل لينا ويعني داك الدقيق مع الزبده. وهنايا كيما غادي تلاحظوا معايا من بعد ما ترمل لينا داك الدقيق غادي نزيدوا ديك البيضه الكامله باش غادي نجمعوا يعني العجينه كامله ديالنا غادي تجمع بهذيك البيضه. من بعد ما غادي نجمعوا يعني العجينه وغنحصلوا على عجين متماسك غادي نشدوها وغادي نديروها في شي حاجه هكا وغادي نحطوها في الثلاجه يعني بين ما حضرنا الحشوه ديال القرعه الحمراء. بالنسبة للحشوة ديالنا غادي تحضر على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى غادي نحتاجو فيها معلقة كبيرة هكا ديال الزبدة دايبة، 4 المعالق ديال السكر سنيدة، و5 ديال صفرة البيض، ونص كاس ديال الحامض، عصير الحامض. وانا هنا استعملت الروح ديال الحامض وشويه الروح لافاني، نتوما استخدموا قشرة الحامض اللي ما عندوش يستخدم قشرة الحامض وواحد فاني. هذا الشيء اللي كاين. غادي نبداو دابا نخلطوا 5 ديال الصفار ديال البيض مع السكر سنيده. بالنسبه للبياض ديال البيض غادي نحتفظوا به، ما غاديش غادي نخدموا به من بعد يعني ما ترميوهش، مازال غادي نخدموا به. كما قلت لكم غنخلطوا صفار ديال البيض مع السكر سنيده، نزيدوا شويه ديال الزبده او ديك معلقه دايبه ديال الزبده، ونص كاس ديال عصير الحامض، وغادي نخلطوا كل شيء مع بعضياته. كما غادي تشوفوا هنايا غادي نزيد يعني ثلاثه القطرات ديال الروح ديال الحامض. بالنسبه لكم نتوما يعني اللي ما عندوش كما قلت لكم قشره الحامض هي تجي ممتازه البنه ديالها، وتزيدوا فاني وحده، انا هنا درت هي درت الروح ديال لافاني. هادشي اللي كاين هكا غادي نخلطوا وغتكون الخليط يعني الخليط الاول واجد. بالنسبه للمرحله الثانيه غادي نوجدوا فيها القرعه الحمراء واللي غنحتاجوا ليها عصير حامضه، معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، فاني، و500 غرام ديال القرعه هكا مقطعه ومسلوقه. وبالنسبه لنوعيه القرعه انا اللي استعملتها هي هذه، بالنسبه للبنات اللي عايشين في اوروبا هذا هو النوع اللي استعملت انا، ما كتكراميليزاش يعني واخا تخليه يعني في المقله باش يتعسل ما كياخذش اللون يقدر يتحرق لك، يعني غادي تخليه غير يشرب هذيك البنه ديال الزبده والسنيده ولافاني والحامض، وغادي تحسي به هكا عقاد شويه وغادي تحيديه من المقله. بالنسبه للقرعه الحمراء ديال المغرب راه كيتغير ليها اللون ملي كتشديها وكتعسليها، كيجي المنظر رائع جدا. و كما قلت لكم من بعد ما غنعسلوها اولا غادي تشرب غير ديك البنه ديال الزبده والسكر، غادي نحيدوها من المقله ونخليوها على جنب يعني تبرد لينا، ما نستعملوهاش هكاك يعني سخونه، من الاحسن حتى تبرد. Thank you.
واللي نبغي نضيفه هو انه هاد لاطارت هادي تتجي بنينه والقرعه يعني ما كتجيش نهائيا بين البنه ديالها في لاطارت مع الحامض ولافاني كيعطيو واحد المذاق رائع جدا. كما شفتوا هذا هو الشكل النهائي ديال القرعه ديالنا من بعد ما شربات لينا داك الزبده والسكر سنيده وشويه ديال الحامض. دابا غادي نحطوها على جنب تبرد لينا وندوزو نحضروا حاجه اخرى. دابا اللي غادي ندوزو نحضروا هو دوك 5 ديال الصفر ديال البيض ديالنا، غادي نطربوهم حتى يطلعوا لينا مزيان، وغادي ندوزو نرجعو نوجدو الخليط اولا الحشوه النهائيه. غادي ناخدو خليط ديال الصفر ديال البيض الاول وغادي نزيدو عليه القرعه الحمراء من بعد ما بردات ونخلطو كل شيء مزيان مع بعضياته، وغادي نزيدو البياض ديال البيض ديالنا وغادي نخلطو مزيان كل شيء، وبهذا غادي تكون الحشوه ديالنا واجده. كما كتشاهدوا معايا هذا هو الخليط النهائي من بعد ما دمجنا جميع المكونات. غادي ندوزو نحضروا العجين، وهذا هو القالب اللي دهنته بالزبده ورشيته بشويه ديال الدقيق تفاديا زعما لا تلصق ليا العجين. وغادي ناخذ العجينه ديالي وغادي نبدا نقرص فيها ونفرقها على داك المول كامل. الحاجه اللي بغيت نقول لكم هو اني هنا كنت زربانه خويت سرحت العجين وخويت فيه الحشوه ودخلته ديريكت الفران. بالنسبه لكم نتوما من الاحسن العجينه طيبوها بوحدها بعد واحد 7 ديال الدقائق وتخرجوها وتخويو فيها الحشوه وتعاودوا تدخلوها. اما الا كنتو زربانين بحالي فغادي تسرحوا العجينه وديروا فيها الحشوه ديالكم وتبعدوها لا تحطوها لتحت، ما تحطوهاش في الفران الفوق باش ما تحرقش ليكم وتحمر دغيا ويطيب الحشوه وتبقى ليكم العجينه. تهبطوها لتحت حتى تطيب العجينه، وعاد باش تطلعوها الفوق غير باش تماسك الحشوه، اما باش تحمر ما تخليوهاش تحمر بزاف. هنايا غادي تاخذوا فورشيط وغادي تكو ديك العجينه مزيان كلها، وكما قلت لكم انا هنايا غادي نجيب الحشوه ديالي وغادي نخويها وغادي ندخلها للفران. وبطبيعه الحال كما سبق وقلت لكم غادي نحطها لتحت حتى تطيب لي العجينه وتماسك مع بعضياتها، وغادي نطلعها شويه الفوق غير باش الحشوه تماسك حتى هي وتطيب مزيان. هذا الشيء اللي كاين، اولا كما قلت لكم في الاول طيبوا العجينه هي الاولى وعاد باش تضيفوا الحشوه. Thank you.
هذا هو الشكل ديالها مني كتخرج من الفران، وانا قدمتها لهذا الشكل مع الكراميل. ثم قدموها كما كنقول لكم دائما بالطريقة اللي كتعجبكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.